بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون الزراعه اهلا وسهلا بحضراتكم بنتكلم عن حاجه بيسموها الجبس الزراعي. الجبس الزراعي مرتبط في اذهاننا كمصريين من زمان اوي ومن ايام ما كنا بنستخدم او من ايام ما كانت بتفرضه الحكومه في الجمعيات الزراعيه وكان الفلاح دايما يتأذى من فرض الحكومه للجبس الزراعي. ولكن طبعا الحكومه كانت محقه بصراحه في كده لان اراضينا كانت يمكن في استصلاح كويس دلوقتي بتكلم على الاراضي القديمه اللي هي الملحيه والاراضي الملحيه القلويه والقلويه وهكذا يعني فالجبس الزراعي ده ايه يا جماعه؟ الجبس الزراعي ده عباره عن كبريتات كالسيوم عباره عن كبريتات كالسيوم ولابد حضرتك تفرق بين كربونات الكالسيوم اللي هي موجوده في الاراضي الكلسيه اللي اتكلمنا عنها بالامس وبين كبريتات الكالسيوم اللي هي الرمز الكيميائي بتاعها CaSO اي اس او 4 2 H2O تمام؟ فليه آه بنضيف الجبس الزراعي؟ اولا الجبس الزراعي زي ما قلنا فيه حاجتين مهمين، اول حاجه الكالسيوم دي رقم واحد رقم اتنين في الكبريت تمام والكالسيوم ليه وظيفه والكبريت برضو داخل المركب له وظيفه وافضل الاراضي اللي بيضاف لها كده للاستصلاح طبعا الاراضي القلويه الاراضي القلويه ليه لان فيها نسبه عاليه من كربونات وبيكربونات الصوديوم والتوصيل الكهربي فيها بيكون اقل من 4 موز والصوديوم المئوي فيها بيكون اكتر من 15% والبي اتش بتاعها بيكون في حدود السبعة ونص تمام سيبنا من ده كله خليني ارجع تاني للكالسيوم ليه الكالسيوم بالذات قلنا الكالسيوم او الجبس الزراعي ليه الجبس الزراعي بالذات يا جماعه واللي احنا طبعا ذكرنا الرمز الكيميائي بتاعه فيه زي ما قلت فيه حاجتين تمام أولًا الكالسيوم ال ال التكافؤ بتاعه ثنائي التكافؤ سي ايه 2 بلس فوق تمام؟ طيب بما إن الأرض دي فيها صوديوم على هيئة كربونات وبيكربونات يبقى عندك برضو في الأرض ديت ايه؟ الصوديوم اللي هو الرمز الكيميائي بتاعه إن ايه واحد موجب تمام؟ لما احنا بنضيف لما احنا بنضيف ال الجبس الزراعي للارض ايه اللي بيحصل اللي بيحصل في الارض ان حبيبات الطين طبعا الصوديوم ملتصق بيها حبيبات الطين بتحمل شحنات سالبه او 90% منها بيحمل شحنات سالبه خد بالك من الحته دي حبيبات الطين حبيبات الطين اللي في الاراضي ديت عليها شحنه كهربائيه والا كل الارض فيها شحنه كهربائيه والا التبادل الـ الـ الانيوني هيحصل ازاي في الـ في الـ في, الـ في, الاراضي دي لازم يكون في شحنات كهربائيه هي اللي تعمل عمليه التبادل ما بين جسم التربه والايونات اللي انت بتضيفها تمام خليني برضو ما ابعدش ما ما عن موضوعي واقول لك ان انا بضيف الكالسيوم وقلنا الكالسيوم ثنائي سي اي 2 بلس فوقه 2 زائد فوقه الرمز الكيميائي بتاعه والصوديوم احادي طب لما احنا بنضيف الكالسيوم تمام الكالسيوم ثنائي والصوديوم اللي هو ملتصق على حبيبات التربه دي عباره عن ايه عن احادي طب لما نضيف الكالسيوم اتنين رجلين بزقوا في راجل انا الصوديوم بعتبره براجل واحد الكالسيوم ببع بعده برجلين والرجلين دول الثلاث رجاله دول قوتهم زي قد بعض تمام ده انا بفسرها لك فلاحي خالص تمام الكالسيوم فيه رجلين والصوديوم فيه رجل واحد انا بتكلم على التكافؤ هنا تمام يبقى الكالسيوم هيدخل على حبيبات التربه يقوم زائي الصوديوم وحالل هو محله دي عمليه احلال الكالسيوم محل الصوديوم تمام بعد كده الصوديوم هيبقى وحيد حيران نقوم عاملين ايه بعد كده لابد من الصرف الجيد في الاراضي ديت واللي الحكومه زمان كانت بتعمل الصرف المغطى والكلام ده كله لابد انك انت تعمل الصرف الجيد ليه عشان الصوديوم اللي انا تخلصت منه باحلال الكالسيوم محله على حبيبات التربه اصبح شريط في المحلول الارضي ما يحصلوش انت بتضيف ميه من فوق الصوديوم يتغسل وينزل فين في مصارف الصرف دي قصه الكالسيوم طيب ما خلصناش لا ما خلصناش في حاجه قد كده بس اللي هي ايه خد بالك الرمز الكيميائي بتاع الجبس اللي هو كبريتات الكالسيوم فيه قلنا كالسيوم دي وظيفته ان هو حل محل الصوديوم على حبيبات التربه وتراضي الصوديوم وحيد متشرد لوحده تمام وعلى فكره يا جماعه علماء الاراضي زمان بيسموا الصوديوم الشيطان بيسموه الشيطان والشيطان دايما يفرق الإخوة، يعني الشيطان لو دخل بين الإخوة بفرقهم هكذا الصوديوم بيعمل تفرقة لحبيبات التربة، وطبعا تفرقة بالحبيبات التربة ما بتخليش فيه مسام للتربة أساسا، إذا فالصرف بتاعها رديء وسيء، إذا فالنظام الماء الهوائي مختلف جسم التربة ده هي. تمام؟ فعشان اقدر اعمل صرف كويس واعمل بيئه كويسه واظبط الميزان الهوائي في التربه دهيا لابد ان انا امشي الصوديوم بعيد عشان ما التفرقه اللي احنا حبيبات التربه اللي هم يعني كانوا ببسطوها اساتذه زمان ويقول ده الشيطان بتاع التربه تمام أجي لك تاني على حاجة الحاجة التانية ديت اللي هي ايه اللي هي بقى الكبريت بقى الكبريت وظيفته ايه معروف كبريتات كالسيوم جبس زراعي او كبريتات كالسيوم جبس زراعي او كبريتات كالسيوم كلها مسميات الكالسيوم قلنا وظيفته ايه طب الكبريت وظيفته ايه معروف ان هو كبريت يعني هيخفض لي بقى يخفض لي البي اتش بتاع التربة ومن هنا بتبدأ عملية الاستصلاح للأراضي اللي هي القلوية تمام واللي بيبقى اللون بتاعها اسود وقلنا بتحتوي على نسبة عالية من كربونات وبكربونات الصوديوم البلع الزيت فيها وان التوصيل الكهربي فيها بيكون اقل من 4 ملي موز والنسبه المئويه للصوديوم بتكون اكتر من 15% والبي اتش بتاعها بيكون في حدود من 7.5 وقلنا الاستصلاح بتاعها بيتمثل في احلال الكالسيوم محل الصوديوم وعمل آآ آآ وعمل آآ صرف جيد للتربه دهيا. في حاجه اسمها الاراضي بقى الملحيه اللي قد تكون موجوده في, في الصحراء واراضي رمليه فيها نسبه ملوحه والكلام ده كلته ابتدوا بقى هم ممكن نحط لها جبس زراعي ممكن نحط لها جبس زراعي مفيش اي مشكله خالص فيه تمام ممكن نتخلط مع الماده العضويه طب النسبه ديت هتكون قد ايه آه سواء في القلويه او في الملحيه برضو بتبقى على تقديرات الصوديوم اللي موجود في التربه دهيت ده ولكن احنا بنقول مجازا من 3 ل 5 طن للفدان بتكون كويسه جدا اضافه سنه بعد سنه مع محاصيل الخضراء وطبعا اصلاح الاصلاح الزراعي الاصلاح الزراعي جمعية الاصلاح الزراعي زمان كانت وضع يدها على كميات كبيره من دي وتعالى شوفها النهارده الفدان فيها ما كانش بيستوي حاجه النهارده بقى لها اسعار خياليه وانا بتكلم على مصر وخصوصا في المنصورة صوره وفي البحيره وفي الشرقيه الاماكن اللي هي بتزرع رز ديت وعلى فكره اللي حل الاراضي دي من الاول خالص هي زراعه الرز تمام لانه بيحتاج كميات مياه كبيره فغسلت ويبتدى يبقى عندنا اراضي كويسه جدا. آه برضو بقول الاراضي الملحيه بقى الجبس الزراعي ممكن نضاف فيها في الاراضي الجبل اه ممكن نضاف مع الماده العضويه طب دلوقتي بقى ابتدوا يعملوا حاجه اسمها بقى ايه؟ الديناميك لا اصل حاجات بيسموها كده الديناميك بتاع الملوحه ده هو الموزيلات بتاعت الملوحه اللي بيجيبوها بس اي موزيل بتاع الملوحة لو حضرتك بصيت عليه هتبص تلاقي مكتوب عليه كالسيوم سي اي كالسيوم وده طبعا بتستخدم في انظمه الري الحديثه وهي لها اثر وكويسه جدا وبتدي نتائج كويسه جدا اذا ضمن المنتج لان المنتج انا شفت منتجات في السعوديه ما شاء الله الكالسيوم يا جماعه اول ما تفتح تشم ريحه الاحماض الامينيه يعني هو حاطط احماض امينيه وهيومك مع الكالسيوم ده هو غالي شويه ولكن مجرد بس ما بتخلص ري وبتبص تحت النبات بتلاقي ما شاء الله البقعه ابتدى الرمل يبقى ابيض معنى ذلك ان هو مغسول منطقه الجدر هو مش هيزيل الملوحه كامل ولكن بيخفف بس من الاثار بتاعتها بنتمنى ان احنا نكون عرفنا الجبس الزراعي شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته